الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم، نحن في رحاب سورة الرعد في الآيه السابعه من هذه السوره. هل المعجزه ضروريه؟ معنى ذلك انه هل يجب على كل نبي وبالاحرى على كل رسول ان ياتي بمعجزه؟ هذا السؤال الاول. ثانيا اساسا ما هي المعجزه؟ ثالثا هل المعجزه في يد النبي والرسول ام بقضاء من الله سبحانه وتعالى. واسئله اخرى يمكن ان ياتي في ذهني واجيب عليها. السؤال الاول: نعم كل من يدعي النبوه والاتصال بالسماء والوحي يلزم عليه ان ياتي بمعجزه. ليش؟ لأنه إذا كل واحد يجي يدعي يقول أنا نبي، والثاني يقول أنا إمام، والثالث يقول أنا رسول، والرابع يقول أنا أتصل بجبرائيل، وذاك يقول أنا ميكائيل ينزل علي كل يوم، الوحي يأتي إلي من الله سبحانه وتعالى، هاي شنو تصير بعد؟ الادعاءات تكثر والدكاكين الباطلة تنتشر في العالم فلذلك عقلا بدليل عقلي ونقلا اي من القران والسنة يلزم على كل رسول، كل من يدعي انه متصل بالوحي والسماء ان ياتي بمعجزة حتى يثبت للناس انه متصل بالسماء. بأي دليل موسى عليه السلام نبي من قبل الله؟ بأي برهان نوح يثبت للناس انه يوحى اليه من قبل الله؟ بأي دليل عيسى المسيح سلام الله عليه وعلى نبينا وآله السلام يمكن له ان يقول للناس في بني اسرائيل انني مرسل من قبل السماء، يجب ان يكون هناك معجزه حتى يثبت انه فوق البشر بشر ولكنه مرتبط بالسماء والوحي مرتبط بالله فهذا عقلا صحيح هذه مقدمات لشرح الايه الموضوع الثاني أو السؤال الثاني ما هي المعجزة المعجزة من كلمة العجز يأتي الرسول بشيء يعجز عنه كل أحد هذا يصير معجز وفرقه مع السحر أنا حاكي قبل سنوات حول الموضوع ما أدخل في هذا الموضوع المهم كل عمل كل شيء ياتي به نبي او رسول او حتى الائمه عليهم السلام ياتي بعمل لا يستطيع احد غيره شرقا وغربا ان ياتي مثله هذا يصير معجزه عصا موسى معجزه عصا كبقيه العصي يرميه او يرميها يرميها فتصبح ثعبانا تلتقف العصي والحبال للسحره، هاي شلون؟ يضرب بهذه العصا عصا على البحر فتنفلق المياه ويعبر الاسرائيلون بنو اسرائيل يعبرون البحر وعندما يصلون الى الجهه الثانيه من البحر ايضا يضرب العصا بهذه بالبحر المياه تجري وفرعون وقومه يغرقون وطبيعه هذا في الشيء يعجز عنه الاخرون عيسى عليه السلام المسيح صلوات الله عليه كان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله هسه هاي باذن الله بعدين تجي في الموضوع الثالث ف المعجزه هي تلك الاعمال او الاشياء التي يقوم بها الانبياء ولا يستطيع غيرهم ان ياتي به، القران معجزه الرسول. يعني ما عنده معاجز اخرى؟ عنده معاجز، الان نجي. ولكن يكفي لاثبات نبوه النبي صلى الله عليه واله وانه يوحى اليه من قبل الله انما انا بشر مثلكم يوحى الي. الفرق بيني وبينكم انكم لا يوحى اليكم، ما عندكم ارتباط بالله عن طريق جبرائيل او عن طريق الملامات او الوحي المباشر هذا التفصيل به. انواع الوحي. وبالنتيجه الرسول عندما جاء بهذه الايات القرانيه في مكه مكيها وفي المدينه مدنيها عجز الجميع فطاحله العرب في الادب والثقافه والفصاحه والشعر والادب عجزوا أن يأتوا بمثلها بآية مثلها وكان هناك تحدي من قبل القرآن قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله وفي أخرى آية من يقدرون يجيبون من فصاحته وبلاغته وإبداعه وبديعه و إعلامه الغيب كم آيات فيها أنه ينبئ عن الغيب أيضا هذه معجزة وقليل الرسول معاجز أخرى أيضا فهذا الموضوع الثاني ما هي المعجزة الثالث هل كل واحد يأتي إلى رسول الله أو إلى أي نبي ويطلب منه معجزة اليوم يجي واحد بعد عشر دقائق يجي واحد بعد نص ساعه يجي واحد يوم ثاني يجي واحد كل مره يجي واحد يطلب معجزه شنو هذا شنو النبي قاعد بس يطلع معاجز لا. الموضوع الثالث هذا كان هل المعجزه بيد الرسول ام بيد الله الايات القرانيه تؤكد على ان المعجزه ليس باراده الرسول بل بإرادة الله وقضائه إذا أراد يعطي إذن للرسول أن يعمل معجزة وهذا تفسير الآية وما يشاءون إلا أن يشاء الله ممكن تقول يعني النبي ما يقدر يسوي معجزة يقدر بس يستأذن من الله لأن الله حكيم طيب هنا يجي سؤال رابع ليش يستأذن ليش ما يعطي معاجز كل لحظه بلحظه كل ساعه بساعه كل يوم ها لانه تصير لعبه هذه النبي منذر النبي مصلح النبي جاي يصلح المجتمع يعطي مدرسه جديده للعالم تنقذ العالم هذه المدرسه ما جاي قاعد كل يوم يجيب معاجز هنا يصير فرق بين من يطلب المعجزه لاجل الهدايه وبين من يطلب المعجزه للعب عفوا للمسخره يتبين من هذه الايات ومن ايات غيرها ان كثيرا من الجاهليين في مكه وفي غير مكه وكان الذين ياتون من غير مكه يطلبون من النبي لاجل اللعب لاجل المسخره لاجل اللجاجه مو لاجل الهدايه فالله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا الشخص او هذه الثله من القوم اللي جايين يطلبون معجزه هل هم جايين لطلب الهدايه او جايين لاجل اللعب واللجاجه فاذا كان طلبهم الغرض من طلبهم لأجل الهداية يأذن للنبي أن يعمل معجزة أو لإثبات قضية مثلاً سأنا أجيب لكم مثال كثير ممكن تشوفون في سيرة الرسول وفي تاريخ الرسول موجود هذا أتوا وقالوا يا رسول الله كانوا ما يقولون يا رسول الله كانوا يقولون يا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد انت اذا صدق نبي هاي الشجره اليابسه خليها تخضر موجود هذا في حياه الرسول النبي استاذن من الله بس احنا ما ندري شلون استاذن الله اذن له فامر للشجره واصبحت مثمره شجره يابسه في الصحراء صارت يابسه صارت مثمره صارت مورقه وطلبوا ثمر منها مثلا اصل هذه الشجره للتفاح قامت تعطي تفاح ما الان شنو كانت بس مثلا بعد ذلك ما ما قبله قالوا لا نريد هاي الشجره تتحرك تجي من مكان بعيد هي مثلا على بعد كيلومتر لازم تجي تمشي الشجره الينا فامر الرسول صلى الله عليه واله وسلم للشجره ان تعالي فدنت الشجره خطوة 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 إلى أمام الرسول. قالوا لا نريد أكثر من هذا. إذا أنت نبي صدق نصفها نصفين. فأمر الرجل الرسول للشجرة فانتصفت نصفين. خلي ترجع. رجعت. طيب هنا شنو صار؟ اللجوجون والذين أرادوا المعجزة للعب والمسخرة قالوا هذا السحر ولكن في المقابل شنو صار؟ في المقابل كثير من الناس اللي كانوا واقفين اللي قلوبهم طيبه اسلموا على يد رسول الله، معنى ذلك ان هذه المعجزه كان لها ان تتحقق حتى يصبح هدايه وسيله هدايه لبعض الناس. في قضيه شق القمر اقتربت الساعه وانشق القمر. في السوره موجوده بعد. سورة القمر كانوا يريدون معجزة من الرسول فأذن الله للرسول أن يعطي بمعجزة كل الناس قاعدين في مكة في الليل في وسط الشهر يعني ليلة 14 ليلة 15 ليلة 16 والقبر على أبهته فأمر الرسول للقمر أن ينشقه انشق القمر نصفه هالمكان ونصفه هالمكان يا رسول الله امر خافوا الناس امر حتى تلتحق مره ثانيه، تلتصق مره ثانيه القطعتان فاتصلت وصارت القمر قطعه واحده، صار القمر قطعه واحده. كثير من الناس اهتدوا، واللجوجون والمعاندون قالوا لا هذا السحر. السحر من شرائطه للفعالية أنه لا يمكن أن يصبح في أمكنة متعددة وأزمنة متعددة وبقاع مختلفة السحر يقدر يأثر في منطقة واحدة النبي قال لهم ما يخالف إذا هو سحر لازم فقط على المكيين يكون سحر بعد وأكثر من هذا ما يصير هناك قوافل تجارية ستأتي من الشام الآن في الطريق نصبر إلى أن يجون إذا أجوا وقالوا نحن أيضا رأينا في الطريق في طريقنا من الشام إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة سوين كانوا ما أدري إذا قالوا أنه نحن رأينا في الليلة الكذائية في الساعة الكذائية أن القمر انشق تقبلون قالوا إن نقبل غير اللجوجين رأسا اهتدوا البسطاء القلوب الطيبة اهتدوا البقيه ما اهتدوا قالوا نصبر الى ذو ان ذولاك يجوا صبروا كم يوم الى ان القافله التجاريه لقريش رجعت اجتمعوا في ناديهم في مكه قالوا هل رايتم القمر في الليله الفلانيه في الساعه الفلان قالوا نعم شفنا شيء غريب القمر انشق وصار نصفين نصف على اليمين ونصف على اليسار بعد كم دقيقه او كم ساعه التصق القطعتان التصقتا هسه شلون ايضا كثير من الناس اهتدوا وبعض الناس لم يهتدوا معنى ذلك هكذا ارى ما ادري صحيح او لا ان المعجزه اولا ليس بيد الرسول بيد الله سبحانه وتعالى يطبق او تطبق المعجزه بيد الرسول ولكن باذن من الله بقضاء من الله في حكمه يراها شنو الحكمه اتصور ان بعض الحكمه ما اريد اقول كل الحكمه بعض الحكمه ان هناك اذا اصبحت المعجزه وسيله لهدايه الناس او بعض الناس ولو واحد الله ياذن واذا كان للجاجه والمسخره والتعجيز واللعب الله ما ياذن هذا جواب للسؤال الثالث بعض الاوقات من المعجزه مو لاجل هذا ولا لاجل ذاك، فقط لاجل اثبات حق مثل معجزه بقره بني اسرائيل. صار نزاع بين بني اسرائيل حول قتل واحد. واحد انقتل. بنو اسرائيل كانوا اقواهم بعد لانه هم ممن؟ من 12 اولاد يعقوب يوسف واخوته. يوسف واحد و11 اخوته اولادهم صاروا بنو اسرائيل اسرائيل لقب يعقوب عليه السلام وبمعنى عبد الله هذول كان عندهم نزاعات بيناتهم في وقت من الاوقات انقتل واحد من قوم فلان او فرض من اولاد بنيامين مثلا ما ادري منه فصار نزاع وصار مشاجره وعلى اساس تصبح حروب بينهم قالوا شو نسوي رجعوا الى النبي نبيهم قال اضربوا على هذه البقره اذبحوا بقره واضربوا بعدين يتبين ان هذا يح يحيى هذا الرجل المقتول يحيى في القصه المعروفه هذا لاثبات حق صار الرجل المقتول تحرك من مكانه وقال فلان قتلني فالمشكله انحلت لإحقاق حق بعض الأوقات المعجزة تحدث لتنصيب وصي للرسول شلون آصف بن برخيا قاعد في مجتمع في بلاط سليمان عليه السلام سليمان قرب وفاته فأراد أن يوصي خب المن يوصي الوصي متعين من قبل الله سبحانه وتعالى، آصف بن برخية آصف واحد عادي قاعد. يمكن الاقوام قوم سليمان ما يقبلون. فصارت قضية بلقيس، قضية عفوا سرير بلقيس. من يأتي بسرير بلقيس؟ بعرش بلقيس؟ الجن قال هالشكل وفلان قال هالشكل، آصف قام قال انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. رأسا اجا شنو؟ اجى عرشه بالقيس امام سليمان وامام الكون حتى يبين للناس سليمان يبين للناس عظمه آصف يعني اذا بكره قال هذا وصي يقبلون في قضيه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثير من الاوقات النبي كان يأمر ان تاتي المعجزه بيد علي عليه السلام حتى يثبت اتصاله بالسماء أن هذا وصي مو غيره فالمعجزة لها حكمة خلاصة كلامي أن المعجزة لها حكمة حتى تتحقق هذه مقدمة الآن نلجي إلى الآية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قبل اجوا شنو قالوا؟ قالوا هذا يدعي اننا نرجع الى ابداننا مره اخرى وتقوم القيامه، دليلا ما كان عندهم. يعني استدلالات الكفار والمشركين استدلالات غير منطقيه. منها هذه كل يوم كان عندهم في الحجه. يريدون ان يفندوا نبوه النبي، منها هذه. ويقول الذين كفروا لولا يعني ليش؟ لولا انزل عليه ايه من ربه، هواي مثل هذه الايات في مجمل القران. ليش ما عنده بساتين؟ ليش ما عنده فلوس؟ ليش ما يجي فلان؟ هواي في القران. بين يوم واخر كانوا ياتون الى رسول الله في مكه والسوره مكيه بعد ويطلبون منه ان ياتي بآيه، ايه يعني معجزه. ليش بتجيب معجزة إنما يعني قل لهم بعد كلمة قل لهم ماكو إنما أنت منذر ولكل قوم من هاد يعني هاد هو هادي الياء تحذف بعدين عندما يصير تنوين هاد إذا وقفت على الآية تقرأها هاد إذا تريد توصل إلى الآية الأخرى تقول ولكل قوم هاد الله لأن يعني بعدين كلمة الله خب يا رسول الله قل لهم إنما أنت يخاطب الرسول يعني قل لهم أنا منذر ولكل قوم من هاد هنا اختلف المفسرون في هذه الجملة المباركة في نهاية هذه الآية المباركة آية سبعة من سورة الرعد النبي منذر وغيره هاد او هو منذر وهو هاد شلون هذه هناك اقوال انا اشرح الاقوال بعدين نستعين بالروايات والاحاديث من طرق الشيعة والسنة القول الاول انه انما يعني فقط هكذا ولا غير أنت يا رسول الله منذر منذر يعني شنو؟ يعني تنذر الناس من عواقب الأمر من القيامة من جهنم من العذاب هذا معنى الإنذار ولكل قوم يعني أنت لكل قوم هاد يعني أنت منذر وأنت تهدي الناس يعني شغلك مو تجيب كل يوم معجزة شنو أنت قاعد الشكل في مكة عند المسجد الحرام أو في بيتك أو في المدينة في المسجد كل لحظة كل ساعة كل يوم يجي واحد يطلب معجزة تجيب معجزة أنت مو شغلك هذا أنت مهمتك وهدف بعثك وإرسالك إلى البشر أن تنذرهم أن تهديهم إنذار وهداية هذا القول الأول القول الثاني لا مو الشكل إنما أنت منذر ولكل قوم من هاد إذا كان هو هاد أيضا كان المفروض الشكل تصير الآية هذا القول الثاني إنما أنت منذر وهاد لكل قوم يعني كلمه هدايه لازم تاتي راسا بعد الانذار من الناحيه الادبيه من ناحيه الفصاحه والبلاغه اكرر انما انت منذر وهاد لكل قوم <applause> اذا هالشكل كان يجي كلامكم كان صحيح هو منذر وهو هادي اما عندما يفصل وياتي بواو العطف وكلمه الهدايه تجري بعدين معنى ذلك يختلف انما انت منذر انتهى انتهت الجمله ولكل قوم من هاد يعني اكو واحد ثاني يكون هادي طيب هل الرسول مو هادي الرسول هادي في ايات اخرى ما اكو انه هادي اما هنا اكو عنايه اكو تاكيد على موضوع على شيء علماؤنا وعلماء السنه ينقلون يمكن اقول لك مئات الاحاديث اذا ابالغ ارجع عن المبالغة عشرات الاحاديث الواصله الى رسول الله من طرق مختلفه ونهايتها من ابن عباس من ابي هريره من البقيه ان هذه الايه حول امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه يعني شنو يعني هالشكل انما انت منذر ولكل قوم من هاد والرسول قال مرات عديده انا المنذر وعلي الهاد الهادي يعني شلون ها المنذر يعني الذي ينذر الناس ويجب ان يكون نبيا الهادي ممكن ان يطلق على النبي ولكن يمكن ان يطلق على شخص غير نبي يعني ما عنده دعوه ما عنده ادعاء للنبوه الذي ينذر الناس يجب عليه ان ياتي بمعجزه يجب ان يكون مدعي النبوه ولا باي مناسبه ينذر انا اجي انذر الناس عن طامه كبرى ستقع بعد خمسه ايام يجب ان اكون متصل بالوحي بالله يكون أن يجب ان يكون ان اكون نبيا حتى انذر والتفتين الدقه انما انت منذر مو انه مو هادي انت هم هادي ولكن الذي ينذر يلازم الانذار يلازم الدعوه للنبوه والا باي مناسبه ينذر الهدايه لا يمكن ان يهدي الناس ولا يكون منذرا ولا يكون مدعيا للنبوه الان انا اقرا روايه واحده ولكن اليوم فكرت اجيب كل الاسناد شفت هوايه حوالي صفحه كامله في الكتب لقيت انه هذه الروايه جايه من طرق الشيعه ومن طرق السنه خلاصة الرواية هكذا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا المنذر وعلي الهادي يعني الرسول مهمته تحريك العجلة الشكل أنا أفسره عجلة الإسلام بناء المدرسة تأسيس المدرسة الإسلامية هالشكل نعبر أف... بناء القواعد الأساسية للدين بيد الرسول الاستمرار في الهداية للمؤمنين هنا الرسول بدأ وأسس بعض الناس ما قبله خوف بقوا كفار بعض الناس قبله منو يستمر هذول اللي بقوا الذي نعبر عنهم بالمؤمنين من يأخذ بأيديهم بعد الرسول علي عليه السلام واولاده يهدونهم الى الطريق الصحيح، يعني شنو؟ يعني يختلفون بالنتيجه في تفسير ايه، في اجراء حكم، في القصاص، في الديات، في الاحكام الشرعيه، منو يبين؟ منو يهدي المؤمنين بعد رسول الله؟ علي عليه السلام واولاده، والعجيب ان هذه الروايه انا المنذر وعلي الهادي أتت في أغلب الكتب الشيعية والسنية. أنا قلت الآن إذا كنت أجيب المصادر يعني لازم عشر دقائق أقرأ المصادر. عشرات الكتب للسنة وللشيعة ذكرت هذا الحديث بطرق مختلفة عن رسول الله، أنه في مواقف مختلفة قال في تفسير هذه الآية: إنما أنت منذر، يا رسول الله أنت منذر ادعيت النبوة وأنذرت الناس ويجب عليك أن تأتي بمعجزة فالإنذار يقارن النبوة وعلي الهادي ولكل قوم هاد، من هذه الآية أيضاً نقدر نستفيد موضوع آخر وهو أنه لكل الأقوام يجب أن يكون هادي يعني الهدايه لا تتعين وتنحصر في امير المؤمنين علي بن ابي طالب، يجب ان تستمر. يعني شنو؟ يعني لا يمكن ان الارض تخلو من حجه. لا يمكن. انما انت منذر ولكل قوم من هاد. والدليل على ذلك اننا نعتقد ان ابا البشريه هو نبي ايضا. اول شخص خلق من البشر من هو؟ ادم عليه السلام ادم بشر اي اول البشر اول الناس المخلوقين وهو نبي نبي على من على زوجته حواء على اولاده هابيل وقابيل اللي يقبل اللي ما يقبل ذاك بحث اخر فتستمر الحجيه يستمر الانذار والهدايه لا يمكن ان تكون هناك ولا دقيقه واحده الكره الارضيه لا يمكن ان تخلو من الحجه من الهادي اما نبي منذر واما ولي هاد ولذلك نحن نعتقد بوجود صاحب الزمان الحجه المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في روايه اخرى اكو عن الامام امير المؤمنين عليه السلام وعن بقيه الائمه اكو انه إما ظاهر وإما مخفي خفي وهو الإمام المهدي بالنتيجة وجوده حتمي ليش لكل قوم هاد عن الباقر عليه السلام ولكل زمان منا هاد إشارة إلى هذه الآية ولكل قوم هاد النبي في ذلك اليوم قال علي هادي والاستمرار في في الائمه عليهم السلام بدليل هذه الروايه عن الامام الباقر صلوات الله عليه ولكل زمان منا هاد يعني من اهل بيت رسول الله يجب ان يكون هاد يهديهم لشنو؟ هذا الدقه في هذه الروايه يهديهم الى ما جاء به نبي الله النبي اسس النبي كون النبي بنى القواعد الاساسيه وارتحل عن هذه الدنيا. يعني المرحله انتهت؟ الاسلام انتهى يعني خلص كل واحد يجي برايه يشتغل؟ كل واحد يجي يعطي فتوى بكيفه؟ شلون يصير؟ من يضمن من يضمن الاستمراريه في خط رسول الله؟ ما اتى به نبي الله، من يفسر القران؟ من يأتي بالتأويل للآيات؟ من يعرف الناسخ والمنسوخ؟ من يعرف العام والخاص؟ من 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 إلى آخره؟ من يعرف الأحكام الشرعية؟ كل واحد بكيف يفسر؟ كل واحد بكيف يعطي فتوى؟ فلان يقول أنا أقول هكذا ما رجع بأسماء. أنا أفتى هكذا والثاني والثالث والرابع فالدين يصير مسخرة استغفر الله. كل واحد بكيفه يسوي دين، ما يصير هذا. يلزم ان تكون هناك استمراريه لخط رسول الله، شوفوا الروايه شلون؟ اكرر الروايه عمدا للدقه الموجوده فيها عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ولكل زمان منا هاد منصوص من قبل الرسول ومن قبل الله ولكل زمان منا هاد يهديهم يعني يهدي الناس الى ما جاء به نبي الله ما يجون من عندهم يجون يعني ممكن واحد يقول انه الامام الصادق من كيف يجيب دين لا استغفر الله يهديهم الى ما جاء به نبي الله لان الناس كانوا مختلفين ولذلك صارت اختلافات في المسلمين اما اذا كانوا كلهم مجتمعين على ما اسسه رسول الله عندما قال كتاب الله وعترتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض هذا كلام رسول الله بعد في كتب السنة موجود في كتب الشيعة موجودة اعتصموا بهذين كتاب الله يعني القرآن وعترتي عترته منه الأئمة الاثنا عشر الذين نص عليهم رسول الله يهديهم الى ما جاء به نبي الله صلى الله عليه واله. اكرر الايه وانهي حديثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. يعني يا ريت ليش ما تنزل آية؟ أولاً القرآن آية. القرآن معجزة، آية هنا بمعنى المعجزة. القرآن معجزة. وما لها من معجزه، مرة واحد سأل من عالم من العلماء انه نبي الله موسى عنده عصا عصا موسى المعروف عند اليد البيضاء نبيكم شنو عنده؟ قال خوش جواب عطي قال وين عصا موسى الآن؟ عصا موسى وينها؟ موجوده الآن؟ ممكن موجوده بس وينها؟ طبعاً إحنا نعتقد أنه في يد الأولياء في, في يد صاحب الزمان عليه السلام بس بالنتيجة ما موجودة الآن فما ممكن استفادة منها أما معجزة رسول الله باقية قال شنو؟ قال القرآن القرآن موجود القرآن الذي نزل في مكة وفي المدينة 23 سنة باقية لبقاء ببقاء الدهر وكل يوم دا يكشف يكتشف شيء جديد منه فالقران معجزه الرسول باقيه ومعاجز الانبياء راحت اين تابوت بني اسرائيل اين سفينه نوح اين عصا موسى اين كرسي سليمان اين خاتم سليمان وهكذا راحت كلها او هي مخفيه في يد ولي الله عليه السلام أما معجزة رسول الله باقية إذا واحد اليوم يجي يقول أنا أريد معجزة من نبيكم يقول تفضل هذا معجزة شق القمر ما تعتقد به راحت ما يخالف المعجزة موجودة ما من اندثرت ما انتهت فعاليتها مستمرة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر يعني قول لهم يا رسول الله فهمهم انا منذر المنذر هو الذي يدعي النبوه وينذر انما انا انما انت منذر ولكل قوم هاد يعني هادي ورسول الله هو المنذر وعلي عليه السلام حسب الروايه الموجوده في كتب الشيعه والسنه والهادي هو علي واولاده عليهم السلام طيب كعادتنا في كل ليله الموعظه الاخيره اليوم شفت في روايه لطيفه بس ما اقول انه حتما فقط اقول رويه لانه عندما اقول قال لازم متيقن بالسند عندما اقول رويه يعني هكذا رويه فما اجزم به روي انه لما قال امير المؤمنين عليه السلام يوما من الايام على المنبر سلوني قبل ان تفقدوني. هذه الجمله اخواني واخواتي لم يقل بها غير المعصوم. يعني فقط النبي يستطيع ان يقول هذه الجمله والامام المعصوم المنصوص عليه من قبل الله والرسول يستطيع يقول هذا. هاي كلمه كبيره سلوني قبل ان تفقدوني فاني اعلم بطرق السماوات من طرق الارض ما شنو قضيه مفصله في اليوم الامام امير المؤمنين كان يخطب والناس حوله هذا تحدي قال يا ناس قبل ما انا اموت سلوني الان من يقدر يستطيع هذا الشيء يقول؟ الا ان يكون نبيا أو وصية نبي لا يستطيع أحد أكبر عالم جيب أكبر فقيه أكبر فيلسوف فيلسوف أصلا ما يفتهم لأنه يعني من عنده يجيب أشياء مو متصل بالوحي بس هذا في اليوم نحكي عن الفلسفة الفلسفة الباطلة طبعا أكو فلسفة حقّة صحيح نقبلها تفصيل بها أي واحد في العالم من اول الدهر الى اخر الدهر لا يستطيع ان يتفوه بهذه الجمله. جمله عظيمه. سالوني قبل ان تفقدوني، سالوني يعني شو تريدون اسالوا. عن الفيزياء، عن الكيمياء، عن الطب، عن الفقه، عن المعرفه، عن الله، عن السماوات، عن الارض، عن كل شيء. مع الاسف <applause> ذاك اليوم ما كان فد واحد يقوم يقول له يا امير المؤمنين احكي لنا عن حقائق الكون عن السماوات والارض عن القيامه عن المعاد عن شيء شيء مهم عن مستقبلنا شنو نسوي؟ فد واحد ما بجسمه ما اجي باسمه فد واحد قاهم قال يا امير المؤمنين او قال يا علي ما ادري قال كم شعره في لحيتي؟ بالله هذا سؤال كم شعرة في لحيتي حقيقة علي مظلوم العالم بين جهال عالم يعيش في وسط جهال هذا السؤال فرضا فرضا أنا هشكل أفكر إذا أمير المؤمنين بإذن الله يعطي علم ويعدد شعرات لحيته ويقول له مثلا 120 وخمسة آه شعرة عندك في لحيتك وشو الفائدة عود بعدين شلون تثبت تروح تحسبهم تروح تعددهم يعني شلون ال... ال... الإمام سلام الله عليه جاوب بجواب مفحم ما علينا بالجواب وانفضل المجلس في واحد قاعد برا أو بعيد يقول فقام اليه رجل من اقصى المسجد لما شاف الشكل هذا الانسان كانه كان عنده نورانيه في قلبه قام اليه الناس قاعدين وهذا خربط المجلس ذاك قام من اقصى المسجد يتوكأ على عصاه يتوكأ على عصاه يبين انسان شايب يعني معمر يتوكأ على عصاه فلم يزل يتخطى الناس بين الناس يجي يتخطى الناس حتى دنا منه عليه السلام صار قريب منه لأنه شايب صوته ما يوصل فيجي ليم المنبر حتى يوصل صوته للامام فقال يا امير المؤمنين دلني او دلني يصير دلني على عمل ما دام انت فقيه إمام معصوم دلني على عمل إذا أنا عملته نجاني الله من النار شوف المعرفة يريد العاقبة تكون خيرة شنو كم شعرة في لحيتي شنو هالحكي جيب لي فتشي اللي يصير وسيلة لابتعادي عن النار بالنتيجة أكون حسن العاقبة يصير لي فقال عليه السلام اسمع يا هذا يعني انت تستاهل واحد يتكلم وياك انا ايش شكل اعبر اسمع يا هذا ثم استيقن خلي يجي لك اليقين تحسن الدنيا انا شفت هذا الحديث وحبيت الليلة اقراه لان يفيدنا في هذا العصر ايضا في هذه الازمات اسمع يا هذا ثم استيقن تحسن الدنيا بثلاثه الناس تسال دائما ليش الوضع كذي الاقتصاد خربان بلاء جاي فيروس جاي مرض اكو اقتصاد متدهور وهكذا حروب شاحنه بين هنا وهناك اخوه يتحاربون مع بعض اخوه من دين واحد من مله واحده يتصارعون ليش هاي الازمات الموجوده في هذا العصر يفيدنا هذه الروايه تفيدنا فقال عليه السلام: اسمع يا هذا ثم استيقن تحصن الدنيا بثلاثه تحصن يعني اذا تريد الدنيا تزدهر الكل يرتاحون لازم هالشكل يصير، ثلاثه انا اقول اولا الامام ما قال اول بعالم ناطق مستعمل لعلمه عالم ناطق مو ساكت الآن صارت فضائيات خليه ينتشر الفكر مو فضائيات واحد يضرب الثانية مو فضائيات سب وشتايم مو فضائيات خلاعة واستهتار فضائيات نزيهة تدعو الناس إلى الحب إلى حب الله سبحانه وتعالى إلى رحمة الله بعالم ناطق ينطق يحكي يتكلم مستعمل لعلمه هو ايضا يطبق علمه على نفسه او يستعمله للناس هاي واحده وبغني لا يبخل بماله على اهل دين الله انا مره فكرت المسلمون عندهم طاقات ماليه كبرى عظمى اذا هذه الطاقات الماليه شيعة وسنه ماكو فرق ماكو فرق في هذا الموضوع يعني اذا هذه الطاقات الماليه تنتشر لا يبقى فقير واحد في كل العالم ما يبقى جائع واحد وهذا به روايه ايضا من الامام الصادق بها وبغني لا يبخل بماله على اهل دين الله الثالث منه ما دام يشكل بالنتيجة المجتمع بها غني وبها فقير الثالث وبفقير صابر يعني هسه بالنتيجة الغني ما يدفع شنو نسوي الفقير يقوم يقتل ينهب يسرق لا يصبر شوفوا النهاية نهاية الحديث فإذا كتم العالم علمه اللي دا يصير مع الأسف وبخل الغني عنده فلوس ما ينطي ولم يصبر الف... ولم يصبر الفقير، الثلاثة قصروا العالم ما يشتغل، الغني ما يعطي، الفقير أيضاً ينهب ويسوي مشكلة ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبور حقيقة عجيب هذا الحديث فعندها الويل الويل هو نار جهنم بئر في نار جهنم ولكن بمعنى العذاب يعني عذاب يجي الدنيا تخرب فعندها الويل والثبور وعندها يعرف العارفون بالله اللي عنده معرفة يفهم أن الدار قد رجعت إلى بأدئها الدار يعني المجتمع الوضع الدنيا رجعت إلى بدئها اي الى الكفر بعد الايمان نستجير بالله الى الكفر بعد الايمان ايها السائل فلا تغترن تغترن بكثره المساجد وجماعه اقوام اجسادهم مجتمعه وقلوبهم شتى هذه الروايه من امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه انذار ايضا وشرح لما نحن فيه وموعظه ايضا فالعالم يجب ان يكون ناطقا مستعملا لعلمه والغني يجب عليه ان لا يبخل بماله والفقير يكون صابرا حتى تحسن الدنيا يقول الامام يقول تحسن الدنيا تزدهر الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيق آيات القرآن وروايات الرسول وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وال محمد. الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله. الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله